تحياتي لكل متابعي الحياه فام. سعيد جدا بلقائكم في هذا العدد الاول من برنامج وجهني، واللي هي سلسله من الحوارات اللي نحاول فيها نسهل عليكم التوجيه الجامعي، وين في كل حلقه باش نحكيوا على احدى الجامعات التونسيه. في حلقتنا لليوم باش نحكيوا على هشوسي دو كارتاج. للحديث اكثر عن هذا الموضوع سعيد جدا باستقبال الطالبه الي فيكزام. السلامه، ميرسي بوغ لانفيتاسيون. مرحبا بك. شكرا. باهي إليف، خلينا ننطلقوا من خلال البدايات، تحديدا عام الباك. انا باك ايكونومي، نجحت مونسيون تري بيان 16.80. جيت الثانيه الاولى في دارلامين. باهي، علاه اخترت انك تقرا في لي هاش سي دو كارتاج؟ اخترتها خاطر هي لا بروميير ايكول دو كوميرس في تونس، ودبلوم تاعها ما اقوى من احسن ما فما ومن اقوى ما فما في تونس. باهي، خلينا نتعمقوا اكثر في الموضوع، نحكيوا على السيستيم ادوكاتيف في الهاش سي. قداه من عام تقراه؟ هو السيستيم LMD، سيستيم تيبيك في تونس، ليسانس وماستر وبعد دكتوراه. ليسانس 3 سنين والماستر 2 سنين. السيستيم تاعنا كيفاش؟ عندنا دو ليسانس، ليسانس ان سيونس دو جيستيون وليسانس ان انفورماتيك دو جيستيون. في الليسانس انا ليسانس ان سيونس دو جيستيون وباس دوزيام كونتابيليتي. نختاروا التوجيه الكونتابيليتي في اخر العام البروميير اني، وكان باش تكمل فينانس ولا ماركتينغ ولا مانجمنت تختار في اخر دوزيام اني. يعني اللي باش يعمل كونتابيليتي يختار سبيسياليتي من الدوزيام واللي بقي من التروزيام. وي داكورد. وبالنسبه شنو هما معناتها الاختصاصات والسبيسياليتي الموجودين في الهاش سي؟ كونتابيليتي، مانجمنت، ماركتينغ وفينانس. كاتر سبيسياليتي. وانت علاش فضلت الكونتابيليتي على الاخرين؟ خاطرها هي اكثر ماتيغ انا حبيتها اثناء. فهمت، دونك حبيت نكمل فيه. واضح. بالنسبه للبروميير اني هو تخونكم مع تقراو كل شيء، شنو هما لي ماتير مثلا اللي تقراوها؟ من كل سبيسياليتي ناخذوا حاجه، نقراو كونتابيليتي، فينانسيير، ماتيماتيك فينانسيير، ميكرو ايكونومي ومات بالطبيعه وبرنسيب دو جيستيون بالانكلي. في السيمستر 1 في السيمستر 2 يتبدل لي ماتير ويتبدلوا لي بروفيت، تولي كونتابيليتي فينانسيير 2 وماكرو ايكونومي وماتيماتيك فينانسيير 2 برنسيب دو جيستيون 2. وشنو ما اهم لي كوفيسيون، معناتها اهم لي ماتير؟ اهم لي ماتير هما الكونتابيليتي كوفيسيون دو ادمي، والماتيماتيك كوفيسيون دو ادمي، وستاد زيد كوفيسيون دو ادمي، والميكرو في السيمستر 1 كوفيسيون دو ادمي. وبالنسبه للستاجات اوبليغاتوار ولا لا؟ في البروميير اني لا، مي في دوزيام اني اوبليغاتوار. وانتم معناتها تختاروا ستاج وين، ولا الفاك هي اللي توجهكم؟ لا، نحن نختاروا. انت مثلا وين تعدي في ستاج السنة؟ انا نعمل فيه في بيرو كونتابل. وقداش لازم تكون مدة ستاج؟ شهر بركة خاطر فاكولتاتيف، اما وقت اللي يكون اوبليغاتوار شهرين. باهي. من الحاجات اللي تميز لي هاش سي دو كارتاج على الفاكات الاخرين هي الفي اسوسياتيف الممتازة اللي فيها، ونلقاو تقريبا اكثر من 21 كلوب واسوسياسيون. وي، انا 20 كلوب في الاش سي، وديما لي زيفينمون، ما تفدش ما تقلقش. دي زيفينمون محليهم على الاخر، كيما اش سي ريكروت وين يجيو فيها لي شيف دو بروجي ويجيو فيه لي سوسيتي، باش انت تلقى اوبورتونيتي باهيه للستاج للجوب نتاعك. كيما زادا فما سومين مونديال دونتربرونيا وين كل كلوب يعمل كونفيرونس ينجيبو فيهم des entreprises, des chefs de projet ou فيهم برشا success story. دونك الHEC تبني لك شخصيتك قبل ما تكون قرايه كهو. صحيح. انت شنو هو الكلوب اللي ممبر فيه؟ انا كلوب في HEC Finance Academy، ممبر ديبارتمون ريشيرش اي اناليز. لو كلوب نتاعنا لوبجيكتيف نتاعو هو الكولتور فينانسيير عند ليتوديونيت. ممتاز. شنو أهم مثلا التظاهرات اللي قمتوا بها السنة؟ أهم واحدة هي الكونفيرونس على لوا دو فينانس 2023 و لا ريلاسيون انتر لا فامي اي لا تونيزي. مانيفيك. باهي، حكينا برشا على الإيجابي. من الحاجات السلبية
المعروفة في لي هاشوسي هو كون الطلبة يلقاو صعوبة في السكن بحكم فماش فويه في كرتاج. الفويه في السنتر فيل بعيد برشا، لازمو ساعة ترانسبور على فويه البنات، والفويه الولاد أبعد، والكري ماهوش رخيص. صحيح غالي خاصة في زون سيدي بوسعيد، والدوموند أكثر من لوفر. خاطر فماش كان لي هاشوسي في زون هذيك، فما لي هاشوسي ولي هاشوسي سيدي الظريف ولي نو. انت كيفاش كانت تجربتك مع السكن؟ انا بون تجربة باهية، خاطر تعرفت على بنومات باهين او نسكن في سيدي بوسعيد، انا بلاصة باهية على بون. كنت من الاول باش لوجت ولقيت في اخر وقت الدار، فماش برشا اوفر متاع كري في البلايصة هذيك. سي بيان. لو كان نقول لك اعطيني ثلاثة نقاط ايجابية على هاشوسي دو كرتاج، شو ما يكونوا؟ الدبلوم نتاعها ولا في اسوسياتيف نتاعها والمونتاليتي دي ستوتيون. باهي، لو كان نقلبوا الحكاية ونقول لك اعطيني اكثر ثلاثة نقاط سلبية في هاشوسي دو كرتاج، شو ما يكون؟ الفاي اللي هو بعيد الكري و الريتم اكسليغي على الاخر. دونك تقرا اندر ستريس. فهمتك. وقتاش تبداو تعديو في لي زيكزامان ولي دي اس؟ لي دي اس انت والبروف وقتاش معناها يعديه، وفما حتى دي بروف ما يعديوش دي اس، جست لا بريزونس لي بروجي اللي تعملهم انت هذوكم يحسبوهم هو نوت كونترول كونتينيو. ولا لي زيكزامان في السمستر انا عجيهم بعد عطلة الشتاء اللي هي لنا نحن بريود دو ريفيزيون، وفي السمستر دو نعجيهم في ماي اخر ماي. فهمتك، واضح واضح واضح. بالنسبة انت اختارت كونتابيليتي البي اف تعمل عام تروزيام وي اي، وحسب علمي كان الكونتابيليتي فيه بي اف وي اللي نعرفوا اللي السبيساليتي الاخرين لا ما همش مطالبين بي اف. وعليه خاطر نحن الكونتابيليتي عامين سبيسياليتي نقراو دوزيام و توغوازيام، بار كونتر هما عام بركا سبيسياليتي. في التوغوازيام يعمل سبيسياليتي نتاعهم، بار كونتر في الدوزيام اني دوزيام ليسونس اون سيونس دو جيستيون يزيدا يقراو ترون كومان. داكورد. بما انك انت اخترت الكونتابيليتي، لو كانت تقول لنا شو مال الافيق نتاع الكونتابيليتي؟ اللي هي طموحي انا اكسبير كونتابل، ولا تنجم تخدم اوديت، تخدم كونتابلي تعمل بيرو وحدك، ولا تخدم في بنك، فما برشا افيق فيها الكونتابيليتي. داكورد. انا الف القدام ونشكرك برشا على قبول الدعوه وعلى الحضور معنا هنا في الحياه تفهم. خلي كلمه الختام للناس اللي حيره شنو باش تتوجه، للناس اللي سيبو اخذت قرار تمشي لهاش سيدي كرتاج، كلمه الختام خليها ليك. نصحكم ما تندموش عليها لي هاشوسي، راهي من احسن الفاكيت. لا في اسوسياتيف نتاعها تبني لك شخصيتك وتعطيك تعلمك دي سوفت سكيلز على محليهم، دونك بالحق ما كونش باش تندمو كي تجيو بحدينا لي هاشوسي. داكورد. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، احنا مازلنا باش نتقابلوا في حلقات اخرين واش نحكيوا على جامعات تونسيه مختلفه، وكان عندكم جامعه معينه تحبنا نحكيوا عليها ما عليكم كان تبعثوا لنا ميساج على الباج اوفيسيال حياه فيم، ولا تخليونا لي كومونتير نتاعكم في الفيديو هذه. الى اللقاء. الحياه فيم، الحياه فيم، زهره الحياه.